حياكم الله شيخنا الكريم الجديد. شيخنا أحسن الله عليكم، غيداء من السعودية تقول أن والدتها تعاني من مرض، وقد نصحها الطبيب بارتداء حذاء أكرمك الله ما يغطي الكعب في قدمها، فتقول هل يجوز أداء مناسك العمرة والحال كذلك؟ المرأة لها أن تلبس ما شاءت وتمنع من النقاب ومن القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال ولا تلم، عندما سئل عما يلبس المحرم وبين قال ولا تلبس ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. فتلبس من الحذاء ما شاءت المرأة، تفعل ما تريد من تلبس أيضا شراب الجورب لا بأس بذلك، كله جائز المرأة، فقط تمتنع من القفازين ومن النقاب. إذن سواء يعني تعاني من مرض أو لا تعاني تلبس ما شاءت. نعم أحسن الله إليكم.